رد مكتب التمثيل او السفاره الفلسطينيه اللي منع المعونات اللي عمل ما عمل ما بنعمل نقل السفاره الى اخره كله يعني اذا شرع الاحتلال وشرع المستوطنات واصبحت الدوله كلها ما فيش فيها شيء اسمه فلسطين بنظره طبعا وهذا موضوع اخر لا لاني انا اقول بس جمله بالموضوع لانه بالنسبه لي حساس انه كل ما عمله هو رأي شخصي لا يغير في الحقيقة لأنه لا يملك لا وثيقة ملكية فلسطين ليتنازل ولا ما عنده حق التوقيع عن الفلسطينيين وأسجل للشعب الفلسطيني أنه ليس هنالك شخص واحد من أصل فلسطيني دعم أو اعترف بصفقة القرن ولا واحد يعني هي ظاهرة تاريخيا غريبة دائما في السياسه وفي المواقف الهاي بيكون في وايضا الى الشعب الفلسطيني ولا يوجد عراقي واحد راضي بصفقه القرن 100% يعني هذه بتدل على انا قلت انا حاطط صوره هاي البنت التميمي المناضله عهد التميمي اجت زارتني قلت لما عهد التميمي بتوقع تنازل بيكون له قيمة مليون مرة أكثر من توقيع ترامب لأنها هاي أرضها وأنا معلق في مكتبي شهادة ملكية أرضي في فلسطين اللي أهداني إياها والدي عندما كان عمري 4 سنين تحتفظ بها إلى الآن موجودة طبعا وقال لي هاي كنت طبعا 4 سنين قال لي قلت له شو هاي بابا قال لي بس تكبر امك بتشرح لك شو هاي الورقه بس هاي ورقه كتير مهمه احتفظ فيها وعندما كبرت قلت لها والدتي هاتي الورقه اللي خبيناها شو هي قالت لي هذه يا ابني ابوك اراد ان يقول لك انه وين رحت وين جيت هذا اصلك